السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم تيف جماهير مولودية الجزائر ضد نادي بارادو اليوم، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. شكرا لك بلال، وشكرا لثنائي التحليل فريد ملولي وكذلك أمين بصغير. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. نرحب بالجميع في هذه الأجواء الكبيرة فوق مدرجات ملعب خمسة جويلة في مباراة افتتاح الجولة التاسعة للرابطة المحترفة الأولى، الأول أمام الثاني في الترتيب العام على ملعب خمسة جويلة في تحدي جديد. كل مرة هناك خرجة وهناك شيء جديد، تضامن غير مشروط مع القضية الفلسطينية وإخواننا في غزة. تيفو آخر بجودة أخرى وبصورة أخرى وبعمق آخر جديد. قبل ضربة البداية لهذه المباراة المنتظرة في هذا الخميس، صنعت جماهير مولودية الجزائر الرائع اليوم تيفو عالمي في مباراتهم ضد نادي بارادو لحساب الجولة التاسعة من الدوري الجزائرية. وجاء في تيفو مولودية الجزائر الرائعة تجسيد صورة الملاكم المولودية حميد فضل رحمه الله مع عبارة كيب فايتينغ، واصل القتال. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.